We are Lebanese people. We are Lebanese people. We are Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. Lebanese people. We are Lebanese people. Lebanese people, Lebanese people, Lebanese people, Lebanese people. Lebanese people, Lebanese people. أغلبية المجلات بالعالم بيحكوك عن جمال البنت اللبنانية. حلو حلو، هيدا الشيء عظيم للسياحة بالبلد، بس ما تفكروا إنه البنت اللبنانية حدا بيسترجي يضحك عليها، لأنه بسهولة فيها تاخدك على البحر وتردك عطشان. يعني شوفوا هيدا الشاب الفرنساوي اللي إجا على أساس يزور صاحبه يومين ويرجع، بس ما استوعب كيف هالصبية اللي رقص معه بسهرة وحدة رجعته على بلده مجوز وعم بقصة شقة بالمنصورية على 30 سنة، وعائلتها طبوا عليه بفرنسا كرمال الجنسية كمان. أما الشاب اللبناني بتلاقيه ناتي أجنبية وجاي فيها على البلد، بتقله يا زلمة ليه مجوز وحدة أجنبية؟ بقلها خيي هي بتقبل تنام على الحصيرة. في سليم شو بك؟ رجعت خنقت انت تبع المطار. شو في لكان؟ شو هاي؟ سوتيان. لك ايه بعرف سوتيان، شو جايبها لعنا على المطعم؟ شو جايبها؟ بركي جاي تاكل عنا بالمطعم. رقت هلا بلشت تنكت كمان، عن جد شو عم تعمل هون؟ يا عم لقيتها هون. وكوين هون؟ لك هون بالمطعم لقيت هديك الكنباية. عالكنباية؟ يعني اكيد وقعت لها من شي زبونة. وقع من زبونة؟ لشو هي مفاتيح ولا تليفون لتوقع منها؟ بعدين كيف بتوقع سوتيان من الزبونة؟ بتكون حطتها بجزدانها. وليش بدها تحط السوتيان بجزدانها؟ بلكي جايبتها لتعطيها لبنت رفيقتها مثلا. بتجيبها مستعملة؟ شو عرفك؟ شميتها. شميتها؟ لك ايه شميتها، عم بفحص الادله. وهلا بدك تروح تصير تشمشم الزبونات لتعرف لمين؟ لور انت كتير مبسطة الموضوع، مش ملاحظة؟ وانت كتير مكبر الموضوع سليم، شو عبوة هي؟ عبوتين. لك عن جد انت سليم مكبر الموضوع، ما بدها هالقد. لك كيف ما بدها هالقد؟ معقول سوتيان بالمحل؟ طب اذا عرف الكولونيل شو بده يقول؟ والله مصيبة ها. سوتيان بالمحل اجت لهون، يعني حدا جابها. لمين قولك معقولة تكون؟ أنا شاكك بمدام لقيس، امبارح قعدت كل السهرة على هيديك الطاولة. ما بظن. مدام لقيس ما بتشتري من هاي النوعية. تيابها كلهم سينية. ها! ما سامع بالمثل بيقول من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. ليك حبيبي فاروق، البنت الأجنبية بتعيش معك خيي ما بتوجع لك راسك. لك خيي أندريه، البنت الأجنبية بتعمل كل شي براسه، ما فيك تقلها لا. هي تعمل بدها إيه وتعيش مثل ما بدها، مش أحسن ما أنا أعيش مثل ما هي بدها؟ حبيبي بنت أجنبية مهضومة لذيذة، لا مطلبة ولا بدها شي، بتعيش معك على الخبز والزيتون، مش مثل اللبنانية بدها حساب بالبنك وبدها أحسن سيارة وبقى. حبيب قلبي خليك معي وبدها حساب بالبنك وأحلى سيارة وتياب سينية، فيك تلحقها أنت؟
خيي شو وطنية وأجنبية؟ شو البنات سيارات يا حبيبي؟ إيه المرأة مثل السيارة، أنت اليوم لما بتروح بتجيب سيارة أجنبية تبقى سيارة خلنش، لو مايلج، ما فيها غمش، نظيفة مهففة، بينما السيارة اللبنانية بيبقوا داعكينة خيي ومكسرة ومطحونة وشريطة رايحة، كارثة ما. انت على الحالة بتجي عند البنت بتسألها موديلها شو، مش قد عمرها ما هيك؟ إيه ما في مشكلة، وين الغلط؟ بعدين حبيبي البنت الأجنبية بتفيدك كتير بأمور الجنسية. شان بتفيدك بالسكس؟ سكس؟ خرب بيتك عن جد نيتك شو سيئة أنت؟ شو نيتي سيئة ما؟ جنسية ها؟ باسبور أجنبي حبيبي، جنسية وراء لا هيك جنسية منيحة بس برضو حبيبي البنت الأجنبية صعب تفهم لها راسها. لا والله صعب شو عم تحكي؟ هلأ نيل البنت الأجنبية صعب تفهم لها راسها، ونجوى بنت أم شوكت راسها منه صعب، ايه تفهموا هيك؟ هيك طلقت. هلا انت من بين كل بنات لبنان رسيت لي على نجوى؟ ما لقيت غيرها؟ والله ايه للاسف، ما نجوى هيدي كيف بدي اقولوا وحده يعني سامبل. شو سامبل؟ نجوى ما في منها اثنين. نجوى لا الله نجوى. شو معقد ايمان؟ نجوى ما في منها غير وحده، شو عم تحكي؟ انا شاكك بمية. ليه؟ لأنه عيديك الطاولة كانت مدام لقيس بس ما طولت، بعدين إجت مية ضلت لآخر السهرة. إيه وشو يعني؟ يعني على أرجح مية. إيه بس ما عندك أدلة. لك يا حبيبي هيدا اتهام سياسي، خاصة إنه هيك حركات مش غريبين عنا. أنت بتضل محطط علي على مية، هلأ بتجي ومنسألها. على أساس إذا سألني رح تعترف. طيب ما منسألها، نستجوبها، منجرجرها بالحديث وبعدين منوقعها، أحسن هيك؟ أهلاً. شو مية كنت كتير منطلقة مبارح بالسهرة؟ واو شو كان حلو جو مبارح، واو بس كان في كتير شوب، أنا في محل افتصت. أكيد بليك شوبة، ما وقفت رقص مبارح. مية وليش مبارح شلحتي كربيني جريكي بهون شي؟ يا ريت فكرت هيك من أول السهرة، شو ارتحت؟ والله معك حق، أصلا الأشياء اللي بتأيد وبتربت كتير مزعجة، خصوصي إذا كنت بتطبق على الصدر. صحيح يا عمي، شو بدك؟ أنا بالنسبة لإلي الرقص هيك شي بيطلعني من تيابي. واضح عن جد أنت مية، كل شي بالحياة بيطلعك من تيابك. مية قصة كبيرة بس ما عدري. ليك عن جد مية قصة كبيرة وعندها طموحات أكبر، ها؟ يعني مثل ما بيقول المثل، على قد طموحك مد إجرك إيديك. سليم بعتقد مدام لقيس طلعت برا. وين برا مدام لقيس؟ من زمان برا. سليم شطبها من الليستا. يا ليستا عن شو عم تحكوا؟ شو راح علي؟ يا الله هي صاحبتي من كندا، ما زمطتوا رجعت لكم، بدي اعرف. الو هاي حبيبي، يا حياه قلبي كيف الشوبينج؟ سليم بعتقد مية كمان صارت برات الليستا. والله كيف؟ ليش؟ ما كل الأدلة بتدل عليها، ما سمعتيها شو حكي؟ أنا بالأول كنت مفكر مثلك بس هلأ صرت شاكك صراحة. يا جماعة شو شاكك وأدلة وما بعرف شو؟ صاير شي جريمة مش عارفين فيها نحنا؟ أنا حاسس حتطب علينا السي آي اي بعد شوي. لقطنا سوتيان على هيديك الطاولة هون بالمحل. وسليم شاكك إنه لمية. هلأ لمية ولا مش لمية؟ سوتيان هون بالمحل حدا شلاحة وأنا ما أشوف هالشوفة؟ بعتقد سليم لازم على الأكيد نشيل مية من الليستة. ليه متأكدة هالقد؟ حبيبي لأنه هيدا القياس منه قياس مية، هيدا إذا شي حلمة أو طموحات. فرجينا شو؟ 100%. مدام لور شو الموضوع؟ سكرنا المطعم وفتحنا محل لانجري؟
ليه عم قول هيك؟ شايفك عم تعطي ستيانات على الشباب. شو؟ شو القصة؟ عم تعملون حلقة تسقيف مثلا؟ مش فاهم شو اللي ملبكك هالقد؟ انه شو اللي بيلبك اكتر؟ تعرضي ستيان بنص المطعم؟ او تخبريني شو عم بيصير؟ سألتوا يعني؟ طيب ليكي بدي تفتح عيونكم الليلة 10-10 وخلي سليم يفيق شوي، حاج ماشي وغافي، وخليه هو عم يتمختر بين هالطاولات يتسمع على الأحاديث، لعل وعسى يسمع له شيء أو يشوف له شيء يساعدنا شوي. أوكي منحكي بكرة. اي والله ليجن فعلا شي بحير، بالاول سوتيان وهلا شورت. اي بس هالمرة انا مأكد لانه اللي تركه اجا بعد ما نحن فلينا. كيف عرفت؟ قلت لاني امبارح انا قبل ما فليت نبشت المحل ارني ما لقيت اشي، بعدين سكرت وفليت. ليك سليم لك حرامي. حرامي؟ لك عمرك سمعتي عن حرامي بترك غراض بدل ما ياخد غراض؟ بركي حرامي عم يلهينا بالشورت والسوتيان تما ننتبه انه أخذ غراض من المحل. غراض من المحل؟ شو غراض؟ شو طاولات وكراسي وكبيات وملاعب؟ شو بعرفني، عم جرب فكر أنا، والله شي بحيير. أنت ما تفكري ما تعذبي، أصلاً أنا فكرت بكل الاحتمالات اللي ممكن حدا يفكر فيها، ما في غير حل واحد. متأكد؟ 100% كولونيل. طيب شو الحل؟ في حدا عم يفوت على المطعم بعد ما نحن نسكر. الحل انه نراقب المطعم. هلا انا رأيي نبلغ المباحث. مباحث شو يا زلمة؟ بدنا نخبر المباحث انه لقينا شورت وستيان بالمطعم؟ بدك تضحكن علينا؟ طيب منركب كاميرات خفية وهيك بنعرف كل شيردي وواردي ومنسجل كل همسي وكل حركة. يا عيني عليك بدك تخرب لي بيتي، بدك تتككني اللي فوقي واللي تحتي كرمال أعرف مين عم يكبل لي ملابس داخلية بالمطعم. والله لو بيعمل المطعم مستودع لبضاعته مش دافع فرانك. طيب شو الحل؟ الحل انه منتخبى بالمطعم من بعد ما يفلوا الكل وهيك منتصيدوا مثل العصفور. هذا بيقول لك كولونيل. شباب شباب يا شباب يا يا طوبك الكن يا يا يلا يا يا طوبك الكن يا يا. لك يا كولونيل ليه ما بتجرب الباستا؟ والله عنا كتير طيبة وكلها فيتامينات. لك ما انت بتعرفني هذا الاكل كله ما بيخلط براسي، شو باستا ولازانيا؟ شو هالاكل هذا؟ ايه بس ما ضروري ترك على الفاصوليا والفول كل يوم الصبح، بعد ما تنسى 30 سنة بالخدمة العسكرية قديش فيهم فاصوليا؟ ولك الفاصوليا أطيب أكلة بالعالم، يوم اللي ما باكل فاصوليا كأني ما أكلت. ايه واضح واضح. ها كولونيل؟ قلت لي بدك عصفور وتتصيده؟ هاي عصفورتين، شو بنعمل؟ في احلى من العصفورات. لك هيهن يلا. لك طول بالك عشو بصلتك محروقه. كولونيل انت بدك تاكل عنب ولا بدك تقتل الناطور؟ انا بدي اكل الناطور. اه يا كولونيل اه. طويلي هالضوء يا عمك. Oh my God, who's here? We are the Babies People. We are the Babies People.
are you? Who's asking? هو صاحب المحل. بس انت وياها مين وشو عم تعملوا هون؟ نحن من ننام هون. بتناموا هون؟ شو سايبة؟ لك طول بالك عليهم شوي. خلينا نشوف شو قصتهم. How did you get in? Let's just ask them. Hi, is there a hotel around here? Oh yes, yes there is. You keep going that way. عن جد انت يا خز العين شو فتحة بالانجليزي. لك يا حبيبي فاروق خذ واعطيه معه شوي دغري قطشت له وضلهم فلين. تعلم حبيبي تحاشي شوي سيارة مزمز انت وياه. تعلم من معلمك. هاي هاي يو تورست؟ يس يو وونت شيب اوتيل؟ يس جود هون في وان شيب وان جود جود وير خير مستر ذس از ا ريستورانت كيما الاما واي يو وونت واي يو دونت تيك اند جيف ها وات بك احكي لك شي كلمه انت حاجه مصبر مثل جسر البربير انا عم بفهم عليك يعني حبيبي ما تفهم علي ترجم ترجم He wants you to consider his offer. Yes. ولي هو شو؟ بتحكي عربي؟ ايه بحكي عربي شوي. أنا بحكي كثير. ما تعتني هم بنقدر نتفاهم مع بعضنا خبرني ربك ما أطيبك. أنتوا تورست بلبنان ما هيك؟ يعني لشو تحطوا مصرياتكم على الأوتيلات هون يعني ولو شو مش رايحين على الأوتيل قبل بمرة؟ عيب شرفك لكي كيف مصطي ولكن حياتي قاعدين بأوتيل بس مشان هيك نحن بدنا شيء تشيب. بتحكي عربي؟ ولا همك ما تعتنهم نحن عنا أتشب شيء بالبلد يعني هذا this one cheap very good here كوزي مهضوم قاعدة لذيذة عنده كراسي بس تقعد عليهم بتنامي nice good beautiful we're gonna think about it okay thanks ما مدبرنا سهرة انت والله انك كبير حبيبي ما أنا بعرفك بهلي أنت بالمرة بس أنا قلبي حنون وما بحب إنه ما شاركك معي بالموضوع حبيبي أصلاً الصديق ببين معضن وبهول حالات مير مير أنت كان فيك تكوشهم اتنيناتهم بس تركت واحدة لصديق عمرك لك خليني أحكيك شي جداً هذا خد أنت بتلطش شوي عربي عشان تاني ما حتفهم عليها شي ترك لي يا قلي والله عن جد إنك وقع أنت أصمت وقررت ومش الحال يعني انت اللي بيسمعك بقول اسم الله عليك شو هالفتحه بالانجليزي يعني بهلوين بالانجليش ما حكيت ولا كلمه ليديز مش الحال ما تعتروا هم ما رح تكونوا الا مبسوطين ليتس تراي جود يا كول اي سي يو بيوتيفول جود اون وي غانا هاف فن هيك لك السيد اندري قلب لي المطعم اوتيل وعن أقول لحالي كل ليل يجي يسألني شو ما خلصت السهرة بعد؟ انتو بتعرفوا قديش إدارة المطعم صعبة خصوصاً إذا بدنا نطوره ونحدثه ونخليه ينافس المطاعم اللي موجودة بهالحي طبعاً أنا سألت كتير وعملت دراسة كتير وعملت أبحاث كتير عن هالموضوع وبناءً عليه في مجموعة من القرارات اللي لازم تتاخد بليحس هذا أنا نشر الأخبار في دراسة مؤخراً عملت بأحد أحياء نيويورك اللي فيه عدد كبير من المطاعم تبين انه اكثر عدد زباين بفوتوا على المطاعم هن المطاعم اللي بيشغلوا فيه فالي باركينج بنات نعم سوري كورونيل بس شو قصدك يعني نحن صحيح وللاسف يا شباب قررت استغني عن خدماتكم انا بصراحه كثير حزين على هالاجراء بس بتعرفوا مصلحه المطعم فوق كل اعتبار يعني خلاص كولونيل ما بقى رح نشوف أندري وفاروق عنا بالمطعم كولونيل رغم كل ملاحظاتي على الشباب بس ما عم صدق القصة ما بتخيل حدا عم يصف سيارات زبون غير هول الجوز كولونيل يعني آخر نهار هيدا؟ اي نعم وفي صبيتين رح يستلموا الشغل بديلكم انت اكيد عم تمزح كولونيل هيدي كاميرا خفية انا بقول عن جد بعتذر منكم امرقوا صوبي بكره مشان خلص اجازاتكم وتعويضاتكم وكل الامور الماليه شو يعني خلص ايه خلص
بس بدي اياكم قبل ما تمشوا عرفكم على الصبايا اللي رح يستلموا الشغل. ايه بليز. ليديز. هاي. 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 ما في شي حرزين ما تكون حزين. أنا مستعد إني أعطي جايزة لأي واحد بدلني على لبنان بيشتغل شغلة واحدة بس. عنا بهالبلد صار هيدي هي القاعدة، إذا لقينا حدا بيشتغل شغلة واحدة بس صار فينا نحطه بمتحف وكلنا نروح نتفرج عليه. حتى الوزراء والنواب والمسؤولين كله بيشتغل شغلة تاني. طبعا هيدا غير انهم بيشتغلوا فينا اكيد. بضل هاللبناني فريد ومميز ووحيد وعنيد، مستعد انه يعمل اي شيء بالكون، صدقوني اي شيء. مش نحن اللي منقول، نحن اللي دعنا لهوا بويا. شي حرزين ما تكون حزين.